تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش التجاري. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات بالعبور بتخزين كمية كبيرة من الكبد والأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة المشار إليها وضبط 50 طن من الأسماك والكبد جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.